كده احنا قريت في التقرير دور البروكرز وبرضو ارقام البروكرز كانت بالنسبه لي مفاجاه. يعني في بروكرز عاملين مبيعات اكتر من المطورين. بص البروكرز بيمثلوا تقريبا السنه دي 65% من مبيعات المطورين. فلما نتكلم 65% ده برضو جزء كبير جدا، هو بيمثل احدى اهم اساليب معرفه المستهلك النهائي او المشتري بالمطورين، بيمثل تشكيل الصوره الذهنيه للمطورين عند المشترين بشكل كبير جدا. فالبروكرز مهمين جدا في السوق العقاري، ونتمنى من الدوله ان هي تقدر ان هي تحط برنامج ل او اطر لعمل المطورين زي ما بنشوف ريرا في دبي وهكذا. من اكبر المسوقين العقاريين طبعا ده ادرس انفستمنت، بيع ب 77 مليار جنيه. في ناوي بعديها اللي كبرت بشكل كبير وبتمثل شركه في عالم البروب تك اكتر ما هي في عالم البروكرج، وباعت ب 26 مليار. في كولد والبانكر اللي باعت ب 23.4 مليار جنيه، وده طبعا قفزه كبيره عن السنه اللي فاتت. في ريماكس وباعت ب 14.5 مليار، ورد اللي باعت ب 12.5 مليار. ويجي كمان مسوق مهم جدا وهو نيو افنيو. ونيو افنيو يمكن الناس من الناس القليله اللي عندهم صبغه احترافيه في عمليه البيع والكالكوليشن بتاعه الريتيرن اون انفستمنت، وكمان عندهم فهم قوي جدا للسوق التجاري بطريقه مختلفه عن اللي انا شفته في السوق بصفه عامه. انا شايف